حاجه لايت كوميدي مش فارس، حاجه قصه حقيقيه بنتكلم عن الست المصريه وشقاها وتعبها مع اولادها، وخصوصا لما بكون صاحبه مركز مهم. فالكلام ده كله هنشوفه جوه الفيلم دلوقتي. الفكره كلها ان احنا بنقدم جورنا ما بتتقدمش، فبنقول يا رب باذن الله ربنا وفقنا فيها وننجح. بشرى موهوبه محترفه، فاهم قيمه الوقت والقرش، لانها كانت منتجه قبل كده. فالمنتج قبل كده او الراجل اللي فاهم في صناعه السينما او الست اللي فاهمه في صناعه السينما بتريح المخرج وبتريح المنتج، بتبقى عارفه ان تايم ايكوال ماني. فبشرى بتيجي جاهزه حافظه، بتفاجئك قدام الكاميرا بحاجات انا كمخرج ما بطلبهاش منها، بتديها لي، بتبقى مبسوط بيها اكتر من اللي انا عايزه منها. الليسي نجم كوميديا، الليسي انا بعتبره الوريث الشرعي لكوميديا استاذ سمير غانم. انا عامل دور حسن، حسن ده سواق مدام علي. بيحصل ما بينهم شويه مواقف كوميدي ما بينه وما بين الاولاد وما بين الدكتور النفسي اللي هو محمود الليسي. اتمنى من ربنا ان الدور يعجب الناس. المشاركه الاولى ليا مع الاستاذ احمد نور كمخرج سينما، لكن انا اشتغلت معاه من انتاجه وكمخرج دراما تلفزيونيه. كان من انتاجه مسلسل مش فريندز، وكان اخراجه مسلسل فض اشتباك. استاذ احمد نور انا بشكره جدا، لان هو دايما كل عمل انا بشتغل معاه فيه تبقى اضافه ليا في مشواري، وببقى سعيد جدا. ودايما الاعمال اللي بعملها معاه بتبقى يعني الجمهور دايما بيفتكرها، والجمهور دايما بيبقى يعني على طول بيبقى في رد فعل مع الجمهور. احنا طبعا مش اول مره نتعامل مع بعض، عملنا 4 سنين يوميه زوجه مفروسه، فاحنا بنتعامل ان احنا اخوات واصحاب وكل حاجه، وبنخرج ونسافر ونيجي مع بعض. فاحنا بس مش بنتعامل ان احنا كرو بقى ولوكيشن وتمثيله، فاحنا بنتعامل مع بعض كل حاجه، وان شاء الله دي حاجه هتبان في الكاميرا وفي السينما ان شاء الله. انا دوري في فيلم شاب شاب صايع يعني، استاذ صايع يعني، وبمثل ان يعني في مشهد كده بمثل اني ست عجوزه وكده، بس ان شاء الله هيبقى فيلم حلو يعني. دور في الفيلم طارق بدور ولد اسمه فتحي، بمعنى صح من مدرسه حكوميه، بس الموضوع اللي هو ايه واخد لايك كوميدي كده بسيط. بعمل دور حلو، بعمل اكني متقمص زي دور رئيس عصابه كده، دور خفيف يعني كده، يا رب يعجب الناس باذن الله. بقول مالك وانت فرعون، والمشكله تبقى مليون، انا واصله لحاله جنون، سيبوني في حالي يا ريت. قربت مين ده؟ انتوا تربوني، تعبت خلاص انتوا خنقتوني، ده الجيران من صوتي عارفوني، والله لا امشي واسيب البيت. انا جايه ابارك للمخرج والمنتج احمد نور، بقول له الف مبروك، ان شاء الله تجربه ناجحه تكسر الدنيا. مبروك لبشرى، باذن الله تبقى فتحه خير عليها، البطولات كتير جايه. مبروك يا بشرى، مبروك يا احمد، انا شايفه في مجهود في الفيلم حلو يعني، ان شاء الله ينجح باذن الله. طبعا فرحان بالفيلم جدا، وجايه ابارك لبشرى طبعا ولاحمد نور، واقول لهم الف مبروك. كمان الفيلم اللون الجميل اللي الاسره المصريه كلها تقدر تتفرج عليه، ودي نوعية فعلا افتقدناها في الفترة اللي فاتت. فأنا مبسوط قوي بكواليتي الفيلم، وحاسس إن شاء الله إنه هيبقى مفاجأة، وإنه هيبقى بشرى هتفاجئنا بحاجة زي ما كل مرة كده بتقدم حاجة جديدة ما بنبقاش متوقعينها. جاي أبارك لأصحابي طبعا كلهم اللي موجودين في الفيلم بلا استثناء، من أولهم لآخرهم طبعا. إن شاء الله الفيلم يطلع حلو ويكسر الدنيا وياخد طبعا نصيبه من النجاح، وإن شاء الله ربنا يكرمهم جميعا.